بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع لهما لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2016-2017، الحصة الثالثة. وقفنا في الحصة الماضية عند هذا التمرين التطبيقي الذي ترى الشكل فيه أمامك. عندنا مستقيمان إحيان ثم المستقيم بأو قاطع لهما. المطلوب هو معرفة قياس الزاوية IEG، كم يساوي قياس الزاوية IEG، ثم كم يساوي قياس الزاوية BEE، هذه الزاوية، وأخيرا كم يساوي قياس الزاوية GEK. إذن ثلاثة الزوايا اللي غادي نعرفو القياسات ديالها في هذا الشكل: الزاوية الأولى اللي هي إي أو جي، ثم الزاوية الثانية اللي هي بي أو إي، والزاوية الثالثة اللي هي جي أو كا. يلا نبدأ بالزاوية إي أو جي. يلا كيف سنتعرف على قياسها؟ انظر إلى هذه الزاويتين، هذه الزاوية وهذه الزاوية، هذه الزاوية وهذه الزاوية، أي إي أو جي و أ بي أو. نعم، هما زاويتان متناظرتان ومكونتان من متوازيين، هما المستقيم ال واحد و ال اثنان، وقاطع لهما اللي هو المستقيم بي أو. إذن كيف ستكونان؟ بطبيعة الحال ستكونان متقايستان، إذن سنضع نفس علامة التقايس. إذن قياس الزاوية إي أو جي هو 42 درجة. الآن نمشي للزاوية الثانية اللي هي بي أو إي، هذه الزاوية كم قياسها؟ نعم، هناك عدة طرق لمعرفة قياس الزاوية بي أو إي. استعملوا الطريقة، انظر إلى زاوية أو جي و بي OE، يعني هذه الزاوية وهذه الزاوية، كم مجموع قياسيهما؟ 120 درجة. هذه الزاوية مع هذه الزاوية مجموع قياسيهما 180 درجة. إذن كم قياس الزاوية BOE؟ فيها قياس الزاوية BOE هو 180 درجة ناقص 42 درجة، أي 138 درجة. ضفتها إلى 42 درجة ستعطيك 180 درجة، أي قياس الزاوية المستقيمة إي أو جي أو بي، هذه الزاوية قياسها 180 درجة. يلا الآن نمشي للزاوية الأخيرة جي جي أو كا، هذه الزاوية كم قياسها؟ فيها قياسها هو 138 درجة. لاحظ زاويتين إي أو بي و جي أو كا متقابلتان بالرأس، واضح؟ إذا القياس إذا لهما نفس القياس، أي 138 درجة. بطبيعة الحال بالنسبة لقياس الزاوية إي أو بي أو بي أو إي، هذه اللي توصلنا لها بهذا البرهان وعطانا القياس ديالها 138 درجة، 138 درجة، يمكن لنا نوصلوا لهذه النتيجة بطريقة أخرى. هذه الزاويتين داخليتان من نفس الجهة ومكونتان من متوازيين وقاطع لهما، إذن هما متكاملتان، يعني قياس زاوية AB الزاوية BOE هو 180 درجة، وبالتالي سنحصل على قياس الزاوية BOE اللي هو 180 درجة ناقص 42 درجة، أي 138 درجة. الزاوية GOK و BOE هما زاويتان متقابلتان بالرأس، إذن فهما متقايستان، إذن قياس الزاوية GOK يساوي 138 درجة. يلا الآن نكتبوا البرهان. لنحسب قياس الزاوية إي أو جي عندنا L1 و L2
مستقيمان متوازيان. و ب أ قاطع لهما. إذن قياس الزاوية E قياس الزاوية E E G يساوي قياس الزاوية A B E. والسبب لأن E E G و A B E زاويتين متبادلتين داخليا. بطبيعة الحال سيكون لهما نفس القياس. ونعلم أن قياس الزاوية ABE يساوي 42 درجة. إذن قياس الزاوية EEG يساوي بدوره 42 درجة. لنحسب قياس الزاوية BEE عندنا BEE و EEG زاويتان متكاملتان. إذن مجموع قياسيهما هو 180 درجة. أي ثم نعوض EEG ب 42 درجة. إذن سنكتب BEE قياس الزاوية BEE زائد 42 درجة يساوي 180 درجة. أي قياس الزاوية BEE يساوي 180 درجة ناقص 42 درجة. أي قياس الزاوية BEE يساوي 138 درجة. لنحسب قياس الزاوية GEK عندنا GEK و BEE زاويتان متقابلتان بالرأس. زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن هما متقايستان. أي قياس الزاوية BEE يساوي GEK. GEK. ونعلم أن قياس الزاوية BEE راح حسبناها قبل لحظات يساوي 138 درجة. إذن قياس الزاوية GEK بدوره يساوي 138 درجة. وهكذا
حسبنا جميع الزوايا أو جميع قياسات الزوايا المطلوبة منا في هذا التمرين. يلا الآن سنواصل الدرس. يلا نواصل في دفتر الدروس بصغيرة. نعتبر BAC زاوية قياسها 53 درجة. أعيد، نعتبر BAC زاوية قياسها 53 درجة. لننشئ M نقطة بحيث قياس الزاوية ABM يساوي 53 درجة، وتكون الزاويتان BAC وABM متبادلتان داخليا باعتبار المستقيمين AC وBM والقاطع لهما AB. ثم نرسم الشكل، هو نفس الشكل الذي أنشأناه في دفتر البحث قبل قليل. هو هذا الشكل ديالنا، أضفنا إليه E منتصف قطعة AB، لا تنسى أن قياس الزاوية BAC هو 53 درجة. هذا مثال، يمكن لنا نأخذ قياس آخر، ولكن اعتمدنا على هذا القياس لكي يسهل تمثيل الشكل بسهولة. اعتمدنا على القياس مثلا 53 درجة، يمكن لنا نغير قياس الدرجة. الهدف من هذه العملية هو أن ينجز الشكل بسرعة ولا تكون فيه أي صعوبة. يلا مباشرة أسفل الشكل نكتب بعض مراحل البرهان. لتكون E منتصف القطعة AB، إذن مماثلة A بالنسبة لـ E هي النقطة B. ثم نمر إلى مماثلة الزاوية BAC بالنسبة لـ E هي الزاوية التي تقايسها وهي الزاوية ABM. ومنه فإن مماثل المستقيم AC بالنسبة لـ E هو المستقيم BM. ومن هنا نستنتج أن المستقيم AC يوازي المستقيم BM. ثم نصيغ الخاصية إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين
متبادلتين داخليا متقيستين فإنهما متوازيان، أقصد هذين المستقيمين. أعيد الخاصية، إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقيستين فإنهما متوازيان. يمكن لنا نستفيد من هذه الخاصية باش نعطيه بعض النتائج. ما قلنا على الزاويتين المتبادلتين داخليا نقول أيضا على الزاويتين المتبادلتين خارجيا، وكذلك نقوله بالنسبة للزاويتين المتناظرتين. احنا غنكتبوها فقط كملاحظة. إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متبادلتين خارجيا متقيستين فإنهما متوازيان. وكذلك إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقيستين فإنهما متوازيان. زاويتين متناظرتين متقيستين فإنهما متوازيان. كذلك إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين داخليتين من نفس الجهة متكاملتين أي مجموع قياسيهما 180 درجة فإنهما متوازيان. وكذلك أخيرا إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين خارجيتين من نفس الجهة متكاملتين فإنهما متوازيان. ثم ننهي هذه الحصة بتمرين تطبيقي. نعتبر الشكل التالي، الشكل ديالنا كما ترى هو هذا. السؤال: هل المستقيمين دلتا ودلتا أولى متوازيان؟ يلا فكر في الأمر. يلا نشوف الجواب معا. انظر معي إلى الزاويتين A و B
و E F C. ما هو وضعهما في الشكل؟ نعم، هما زاويتان متناظرتان ومتقايستان. لاحظ قياس كل منهما 45 درجة، ووضعت علامة التقايس. إذا عندنا زاويتان متناظرتان ومتقايستان ومكونتان بواسطة المستقيمين دلتا ودلتا أولى والقاطع لهما EF، لماذا يمكن نستنتج؟ نعم، نستنتج من ذلك أن دلتا يوازي دلتا أولى طبقا للخاصية التي رأيناها قبل لحظات. إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين فإنهما متوازيان. أعيد هذه الخاصية، إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين فإنهما متوازيان. واضح؟ ولو بغيت تبدل البرهان وتستعمل الزوايا المتبادلة داخليا بإمكانك ذلك. لاحظ هذه الزاوية AEB مع هذه الزاوية هما زاويتان متقابلتان بالرأس، إذن هما متقايستان. إذن عندنا هنا زاويتان متبادلتان داخليا ومتقايستان، إذن المستقيمان دلتا ودلتا أولى متوازيان طبقا للخاصية التي كتبنا أيضا في هذه الحصة. إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين فإنهما متوازيان. ويمكن لك الآن تختار ما بين طريقة استعمال زاويتين متناظرتين أو طريقة استعمال زاويتين متبادلتين داخليا، لك الاختيار في إحدى هذه الطريقتين. تعمل الزوايا المتبادلة خارجيا أو الداخليتين من نفس الجهة أو الخارجيتين من نفس الجهة، وكل هذه الطرق ستؤدي بك إلى نفس النتيجة. ولكن أحسن هذه الطرق وأسهلها هي طريقة استعمال الزاويتين المتناظرتين، ما غتكلفك حتى شي حاجة وكل الأمور متوفرة لديك بسهولة في الشكل. يلا نكتب البرهان. عندنا دلتا ودلتا أولى مستقيمان يحددان على القاطع لهما EF زاويتين متناظرتين متقايستين. إذا شئت وهما A E B و E F C. وعليه فإن دلتا أولى يوازي دلتا بين قوسين حسب الخاصية. أنا غادي نذكرها شفويا. إذا حدد مستقيمان على قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين فإنهما متوازيان. انتهى هذا الدرس بانتهاء هذه الحصة. نلتقي في درس قادم بحول الله. هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.